حضرتك الحاجه غلط والله يا استاذ. مش كارت المشوش وصلت 750 جنيه. مش كارت المشوش حضرتك وصلت 750 جنيه. كل ما تروح تجيب حاجه من التاني تلاقيها غليت 50 جنيه. الزيت كان بكام حضرتك؟ كان ب 40 جنيه و 30 جنيه. النهارده الزيت ب 65 جنيه. كل ما تروح تجيب حاجه من التاجر غاليه. كرتونه البيض كانت ب 20 جنيه و 30 جنيه. بقى دلوقتي تروح تجيبها ب 95 ومعاك ال 95 التاجر يقول لك لا ده زادت كمان 10 جنيه. بص حضرتك هو كان قرص الطعميه ده يعني كنا بنشتريه بربع جنيه. لقينا مره واحده لقيناه بنص، بعد كده لقيناه ب 75، بعد كده لقيناه بجنيه. واخد بال حضرتك؟ والبعض بيستغل واخد بالك بيوصل لجنيه ونص و2 جنيه.